بسم الله الرحمن الرحيم. مجيدة؟ أنا في عرضكم غيثوني، حيقتلوني أنا ولدكم، حيقتلوني. هما مين دول يا بنتي؟ أبوي وأخوي، ما عايزينيش أرجع بيت جوزي. أنا في عرضك يا مدبولي، أنا غلطانة في حقك وفي حق نوارة وبناتها وفي حقكم كلكم. أنا في عرضك يا مدبولي، ما ترجعنيش بيت أبوي تاني. اطمن يا بنتي، أنا والشيخ طاهر حنروح لأبوكي وربنا يجيب العواقب سليمة إن شاء الله. يلا يا شيخ طاهر. مين؟ أنا أبو طالب الدقوي. خليكم، أنا أفتح. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولد حلال، إحنا كنا لسه رايحين ليكم. وإحنا وفرنا عليكم المشوار. فين مجيدة؟ إهدى يا ولد، مجيدة في الحفظ والصوت. بنتي فين يا عمدة؟ موجودة يا أبو طالب. أنا ها يا بوي. تعالي هنا يا فاجرة. كل ولدك يا حاج أبو طالب، بلاش فضايح. اللي هتعمل ده يا أبو العلا لو صالحك ولا صالح أختك. لو عايزين ترجعوني بيتكم طلعوني من هنا ميتة. كفاياك ذل فيا يا أبو العلا، كفاياك ذل. لا من حكاية الكيت يا أبو العلا. ما تتفضلوا تقعدوا يا جماعة عشان نعرف ونتكلم. ما فيش وقت يرجع عادي حاج متولي. وقبل ما الفضيحة تملى البلد روح انت وولدك ومختار افندي ومعاكم ابو العلا ولدي، وهاتوا المأذون وتعالوا عندي على البيت. وانت يا شيخ طاهر تجيب فوقية والهانم وتيجوا معاي في العربية. لازم البلد كلياتها تعرف انكم اجيتوا اخدتوها من البيت عندي، عشان لو طلع كلام غيرك ده نقدر نكذبوها. والله والله عين العجل يا ابو طالب، والله عين العجل يا ابو طالب. هو في ايه؟ مش ربنا لما شمل الديدويه على الديرانيه تاني؟ يعني ايه؟ الشيخ طاهر والعمده وولده والاستاذ مختار راحوا جابوا المأذون عشان يترجوا الشيخ ابو طالب يرجع ولدهم مدبولي لبيتهم، وابو طالب وافق. ايوه، مش سامع الزغاريط ولا ايه؟ عقبال ما عندك يا مكيداهم. طب ما تتفضلي تاخدي حاجه حلوه. كتر خيرك. بسم الله الشيطان الرجيم. بدك مشاكل هي فوار، مشاكل في العسكري مش يمين وشمال. الله عرفت تربي انا نوارة تربي زين. بقولك ايه يا ياسمين، اعمل حسابك ما فضلناش غير امتحانين، يوم الخميس ويوم الحد اللي بعده اللي هنروح فيه نقابل بابا علشان موضوع الشغل. اوكي اوكي، باي باي. سنه بحالها وانت مطلعه روحي. امتى بقى يجي يوم الحد ده؟ يا الواحد ما كانش مصدق ان السنه دي هتخلص. سنه طويله قوي.
اها انت حتنام ولا ايه؟ طبعا مستعجل، ما هي ازهار خلصت امتحانات. ما ياسمين جربك تخلص هي كمان، مش انت بتقول ان فاضل لها يومين؟ ايوه فاضل لها بكره ويوم الحد زي ما عمتي قالت لي. ابي 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 يعني مش هنسافر اسكندريه غير بعد يومين بعد ما تخلص الست ياسمين؟ طبعا، امال هنسافر لها وهي بتمتحن ولا ايه؟ لا يا بخو، انت كده حتضيع لي الاجازه اللي انا واخدها. احنا نمشوا دلقيت على ما نركب القطر نوصل بكره الصبح اسكندريه، نطلع على الجامعه بتاعت الست ياسمين قبل ما نزور عمتك كمان. الله تقول ان انا عايز اشوف عمتي الاول. عمتك؟ اه يا سعد، قوم غير هدومك اتاخرني. بس هنروح الجامعه الاول. هنروح الجامعه والمصحف، هنروح الجامعه الاول وربنا، هنروح الجامعه الاول صدقني. عاد يا وحشني، رد عليا ازيك سلامات. يا باي. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعت لك. الا انت هتقول لابوك؟ لا، انا قلت لام نجاتي وقالت لي اني هتتصرف. الولد راح وين يا صفية؟ نجاتي ما صدق ان اخوه سعد خلص امتحانات النهاردة وخدوا يفسحوا. وين؟ في سوهاج؟ سوهاج ايه؟ نجاتي زهقان منها، مش شغلة هناك. وين؟ في سيوط يعني؟ سيوط ايه؟ سعد زهقان منها، مش كليتها هناك. وين؟ نزلوا مصر؟ مصريه التنين زهقانين منها، حر وزحمة، عايزين يشموا هو. والهو اللي هيشموه ده هيشموه هو فيه زي هو البحر، هو البحر، هو وهو اسكندرية بيرد الروح. أنا روحي هتطلع. كنت رحت وياهم اسكندرية تشم هو، ماشي؟ هروح اسكندرية عشان روحي تطلع يا صفية. لا، عشان تشم هو. ايوه رياضي عزوز، رياضي اللي انت بلغت عنه البوليس وخليته طالبني في كل حته، لا شغل عارف نشتغل ولا بيت عارف ندخله. انت اللي جبته لنفسك يا رياض. انا ياما حصرتك انت ومرسم المشي غلط. ذنبها ايه الطفله المسكينه بنت فواز؟ كنت عايزين تقتلوها. انت مالك؟ انت مالك انت؟ هي كانت من بيت اهل. فواز انت نمت؟ تعال صحيح. عندي ليك خبر هيضيع لك كل الكوابيس اللي في حياتك. خير؟ قبضوا على رياض. ايه؟ ايوه، اصل هجم على الواد عزوز في شقته وهو سكران، الواد عزوز قفل عليه الشقه وراح نزل على البوليس وقبضوا عليه. يا ما انت كريم يا رب.
خير يا نجاتي. ياسمين هتفرح لما تشوفني؟ هتفرح قوي يا سعد، وممكن تاخدك بالبعض كمان قدام زملاتها كده. ايوه صح، لا ما ينفعش قدام زملاتي. وبعدين احنا ايه اللي موقفنا جنب الباب؟ نحرجوها قدام زملاتها، ما هم ما يعرفوناش، هتقول علينا مين؟ طب اقول لك يا سعد، هو الاتوبيس اللي بيروح عند عمتك رايح كده ولا راجع كده؟ هو اللي رايح كده. خلاص تعالوا نوقفوا عند المحطه اللي هناك دي، اهو منها نستنوها ونشوفوها هي خارجه من الجامعه وما نحرجهاش قدام زملاتي. ها يلا بينا. يلا بينا. جاية يا نجاتي جاية. امسك اعصابك عيب يا سعد. حاضر يا اخوي حاضر. لا هي رايحة فين؟ جايز هتركب من المحطة الثانية او رايحة تجيب حاجة؟ جايز برضه. احنا نفضل واقفين هنا ولا ايه؟ يلا يلا بينا. يلا يلا. انا شايفه ده ساعة. يلا يلا. خير يا حماة تطمنيني. خير ان شاء الله اطمن. ان شاء الله حتولد وتقوم بالسلامه، بس انت ادعي لها ادعي لها يا اخويا. يا رب ربنا يقومها بالسلامه يا رب يا رب. جايز يكون حد من قرايب جدتك نفيس. خلاص يا نجاتي ضاعت كيف، ما تقولش الكلام ده حرام عليك. يلا يا نجاتي يلا يا نجاتي نعود بلدنا. ايه الكلام الماسخ دي؟ نعود البلد من قبل ما نطمن على بنت عمتك ياسمين. ما طمنا خلاص يا نجاتي. لازم نعرف حكايه الواد دي. وايه اللي عايز تعرفه تاني؟ مستني ايه تشوفه بعد اللي شفته؟ اقعد اقعد تعال اقعد. لازم يا اخويا نعرفه هنعمل ايه الاول. نعود بلدنا. لا لا بلاش نعود البلد. نعود البلد ازاي ونسيبه بنت عمتك في اللي هي فيه دي؟ يعني هنعملوا ايه؟ نروح نقتلوه ونغسل عنا؟ لا لا انا ما جبت الست القاتل، بس على الاقل ننبه عمتك نواره عشان لو في اي حاجه خطر نقدر نلحقوها. لا عمتي نواره، لا عمتي نواره لو عرفت حاجه زي دي هتقتل ياسمين وتقتل روحها. انا خبرها زين. امال هنعمل ايه يا اخوي؟ هنروح لعم فواز ونحطه قدام الحقيقة والأمر الواقع ونشوف هيعمل ايه. عندك حق. يلا اخوي يلا بينا. ربنا يخليك ويتربى في عزك يا رب. يا رب وريني كنت اشوفه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبه ابوه خالد الناطق. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا شاهد تحب نسميه زي ما انت تعرف. تحبي يا حماتي؟ انا مش عارف انت تحب ايه. ايوه انا احب اسميه 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 فوز. طب ايه رايكم في اسم الحان؟ الله حلوه جميل. امسكي امسكي ربنا يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا فتحي خير. طب ادهولي يا نجاتي خير في ايه؟ ما قدرتوش تعرف الواد ده يبقى مين؟ لا بس ده اكيد زميلها في الكليه. طب انتوا ايه رايكم؟ نعملوا ايه؟ نروحوا لها البيت ونواجهها قدام امها؟ لا حمدي نوره مش لازم تعرف حاجه زي دي. ايه اللي هتقدر تعمله؟ وبعدين كفايه اللي هي فيه. انا من رايي عم فواز ان احنا نستنى اليوم الحد ده اخر يوم في امتحاناتي ونشوف اللي هيحصل. وانا متاكد ان الولد دي لازم هيكون مستنيها هناك. مظبوط. وساعتها هنطب عليهم هما التنين ونعرفوا ايه الحكايه دي بالظبط. وانا موافق. انتوا هتبيتوا معاي. مش لازم عمتكم تعرف اي حاجه. مش لازم كمان تعرف انكم جيتوا اسكندريه من اساسه. لا ما ينفعش عن فواز. امنا اكيد هتتصل بينا عشان تطمئن ان احنا وصلنا اسكندريه. خلاص اتصلوا بيها انتوا قبل ما هي تتصل.
وقولوا لها انكم هتقعدوا في مصر يومين تتفسحوا يعني، وبعد كده هتروحوا على اسكندريه، ولما توصلوا هتبقوا تطمنوا عليها. انا اللي قلت خلاص الكابوس انزاح. طب بسرعة. بابا مستنينا بفارغ الصبر. معقول؟ ايوه انا كلمته عنك كتير جدا وعشان كده نفسه يشوفك. بس مش عايزين نتاخر، انت عارف امي. ايوه طبعا عارفها، ما تخافيش، اقوم اقوم على طول. اتفضلي. اهلا يا باشمهندس وائل. مساء الخير يا عم طارق. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ داخلين الشركه. الشركه النهارده قافله، النهارده الحد. كيف؟ هم لسه داخلين دلوقتي قدامي. اه قصدك الباشمهندس وائل؟ ايوه. ده ابن صاحب الشركه وبيجي في اي وقت، والموظفين كلهم اجازه النهارده. طب احنا هنخش يعني دلوقتي؟ هنشوف يعني، هنستنى في هنعمل. دول عصابه دول ولا ايه؟ اتفضلي يا اسمي. اتفضلي يا عم. تشربي ايه بقى يا اسمي؟ لا امال فين والدي؟ والدي جاي يا اسمي. بس انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه كده يا اسمي؟ والدي انت اتجننت، انا زهقتك. معزباني معاكي ليه؟ حرام عليك يا وائل، حرام عليك، انت اتجننت. حرام عليك يا وائل. يا سلام يا خلاص يا عم، خلاص هيموت، خلاص هيموت. ده مات يا عم، ده مات، يموت 60 دقيقة. امسح. خش تعالى اركب. اطلع يا استعب، اطلع، هم يلحقونا بعدين. اطلع. فك يلا، فك اركب بسرعه. فواز.
فيا يا فوز. يا شباب سامحيني يا ماما، سامحيني. سامحك سامحيني. سامحك ازاي؟ ازاي؟ ده انت ذبحتيني يا بنتي، ذبحتيني. لا يا ماما ما تقوليش كده. ذبحتيني ذبحتيني يا بنتي، ذبحتيني ذبحتيني. ابوك جيت جيت يا ابو البنات. هذا جيت اودعك يا روان. ما انت طول عمرك مودعنا، بس المره دي الوداع حيطول. لا يا ابوي ما تبعدش عننا تاني. جايز ما تشوفونيش بعد كده. الواد مات يا نوارة وانا بضربه. هروح دلقيت اسلم روح البوليس. ما عرفش ياخد كدي سجن. ضميري مرتاح لان ضحكت بنتي وعرفت غلطي. انت مش ملايكه يا نوار، عشان خاطري، عشان خاطري تسامحيني. خلي بناتي يزوروني في السجن ويجيبوا لي شهاداتهم، شهاداتهم هتشرف بيها قدام المساجين اللي معاي. هعرفهم حكايتي وحكايتك. جايز لما يطلعوا من السجن يحكوها للناس ومحدش يوقع في الغلط اللي انا وقعت فيه. أنا لي طلب صغير عندك يا نوارة. أنا عارف إنك إنسانة طيبة مش هترفضي. خلي بناتي يزور أخوهم ريحان. إيه شهدي خلفت وقت هسميه ريحان عشان يكمل صحبة الورد بتاعتي مع فله وزهار ياسمين وسوسن. عيلي صغير ملوش ذنب في اللي عمل ابوه. وليا طلب تاني ممكن ترفضيها وتقبليها. عاودي تراني يا نوار، وانا متوكد انك هترجع منصوره وبناتك نشعين واولهم ياسمين. وبدل ما تحارب على أرض غريبة حارب هناك في بلدك وسط أهلك وناسك، عشان ما حدش من الناس هناك يوقع في اللي أنا وقعت فيه. ما تبيعيش أرضك يا نوار، ازرعيها ومعاكي بناتي ومعاكي نجاتي وسعد وأخواتك كلهم هيوقفوا وياك. ومدبولي ومجيدك كمان يا عمتي، كل الكلام اللي بيقوله عم فواز ده صح، وانت حتشوفي بعينك لما هتجي البلد، اهل البلد كلها حتكون معاكي. ايوه هشوف وشكم بخير. جيبوا لي شهاداتكم، شهاداتكم يا بنات، وصيتكم. اسمين ياسمين يا بنتي، قدر ولطف يا ياسمين. ربنا يحميك يا بنت، ربنا يحميك يا بنتي. اشوف وشكم بخير، اشوف وشكم بخير. زوروا يا بنات وخلوا بالكم من امكم.
ظروفي. سيد فواز، ربنا يفك سجنك يا اخويا. بقول لك يا سيد، خلي بالك من شهد وابنها. شهد وابنها في عينيا الاثنين، والست نواره وبناتها كمان في عينيا الاثنين. يلا استنى استنى، نواره وبناتها ليهم اهلها في البلد، لكن شهد ملهاش حد غيري. ليها ربنا يا فواز. ونعم بالله. اطمن، ما تحملش هم. بقول لك يا سيد، ما تكفتش القهوه، خليها مفتوحه عشان تصرف على شهد وابنها، ولو نوار احتاجت حاجة اديها. من عينيا الاثنين، اطمن. يلا استنى يا ابني، القهوة مش هتقفل، انا اللي هنشتغل فيها. الله، ربنا يخليك يا سيد، ربنا يخليك. ربنا يفك سجنك يا فواز. يا رب. مع السلامة اخويا. السلام عليكم. مع السلامة فواز. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. انا نازل اسكندرية دي الجيت احضر جاز فواز واجيب نوار وبنات على عينيه. ربنا يعينك على فعل الخير. صح يا اخوي، نواره وبناتها هيعودوا تاني يعيشوا وسطينا في الدرانيه. ايوه، ومالك الدنيا مسايعاكوا كده؟ باه، ما نفرحوش كيف يا عبد القادر يا اخوي؟ اختنا وبناتها هيعودوا في حضننا ويخلصوا من الغربه والعذاب اللي شافوه في اسكندريه. المهم دلقيت لما يوصلوا تستقبلوهم زين، وانت اول واحد. اول واحد يا عبد القادر. ليه؟ وانتو مش كفاية ولا ايه؟ لا، انت الكبير ولازم تكبرهم قدام الناس. اكبرهم؟ ايوة يا عبد القادر يا اخوي، الاصول كده، لازم تكبر اختك وبناتها قدام اهل البلد. اصول ايه اللي هتقول عليها دي؟ ها؟ هي كانت عبرتني لما خدت بناتها وطفشت عشان اعبرها وهي راجعة. برضك يا ابو نجاتي، انت الكبير. بلا كبير بلا زفت، من ميتها بتعملوا قيمة لكبيركم، لما كبيركم يعمل قيمة ليكم. ها؟ انطق يا أستاذ يا متعلم. من يوم ما سبيت مرتي وأنا مش موجود وحاولت تمد يدك عليها وتضربها، قلت لها معلش، عبد القادر أخونا، أخونا الكبير، وفي مقام أبونا من حقه يعمل أي حاجة أي حاجة، لازم يفضل كبير، كبير العيلة قدام مرته وعياله، وكبير قدام البلد كلها. فهمت يا عبد القادر؟ تشكر يا سيدي. العفو يا عبد القادر. خلي بالك يا عبد القادر يا اخوي، اختك وبناتها ياما وعاودوا، لو ما وقفناش معاهم وحوطنا عليهم وحطيناهم جوا عنينا وعرفنا اهل البلد ان اللي بتعمل نواره وبناتها له عيبه ولا خطيه، هتجرأوا عليهم تاني، واللي حصل قبل كده هيحصل اكتر منا. كفايه يا اخوي، كفايه اللي حصل لهم في اسكندريه من تحت راسنا ورصبوهم. وما تنساش ولادك التنين واقفين معاهم ضد اي مخلوق يقف ضدهم او يمسهم بكلمه مهما كان المخلوق ده. انت هتهددني ولا ايه؟ عادي لاخوي، ما هيهددكش يا عبد القادر، عادي لاخوي هينصحك، وزي ما بيقولوا اديني النصيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه يا اخوي، سافر وتعاود بالف سلامه ان شاء الله. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم فواز الدليلي بالسجن 7 سنوات مع الشوب والنفاذ.
تفتكروا انكم هتبعدوا عني؟ لا، كلها كم يوم وتلاقيني طبيت عليكم في البلد. اول ان شاء الله ما تطلع نتيجه اسهر وياسمين. والله العظيم تنور يا خاله. هتوحشونا قوي يا جماعه، بجد هتوحشونا. انتوا اللي هتوحشونا قوي قوي. ربنا يوفقك ويقويكي على مشوارك يا نوار. انا مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه والله. احنا اللي هنجيلك لحد عندك ونقول لك الف مبروك لنجاح ازهر وياسمين، زي ما قبل كده قلنا لك مبروك على نجاح سوسن وفلة. يلا يلا يا بنات، تعالوا في حضن جدتكم. زوج يا نوال. تعالوا يا بنات، تعالوا تعالي يا غاليه، تعالي تعالي يا ام ام البنات. عيشيلي العكروته سوسن. الحمد لله على السلامة يا نوارة. الله يسلمك يا أخوي. هو إيه اللي حصل؟ بيقولوا بنات نوارة نجحوا وخدوا الشهادات العالية. وأنت اللي كنت مفكرة إن بنت من بناتها اتجوزت يا أختي بلا خابة. ما تتلمي عادي يا وش الجوج أنتِ، اتلمي. إيه؟ هتضربيني يا حمارة حمارة؟ وأجيب